الدولي أسس منهجية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكل خميس إن شاء الله نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يرضى عنا جميعا. يا مرحبا. نظر اليوم في واحد من قواعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربي الجيل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بصفة النبوية يتكلم، لكن هو كمان موقع أنه رئيس دولة، أنه موجه، أنه حاكم، أنه إمام، أنه صلى الله عليه وسلم صاحب التشريع، صاحب القانون، صاحب السلطة. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يوجه الرعية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما نقتدي به، كل مدير في إدارته، كل مسؤول في مسؤوليته، لازم تحكي مع الناس اللي عندك، لازم تخاطبهم، لازم ترقيهم، لازم تعليهم، لازم تبدأ تعطيهم من التوجيهات، من المعنوية، من 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 تجاربك في الحياة، حتى هذا الجيل ينشأ على صراط مستقيم. يعني الموضوع مش موضوع تعليمات، لا، موضوع تربوي. يعني اليوم لو يجي وزير يجمع الوزارة ويقول لهم يا إخوان، وإحنا عندنا مخافة الله وعندنا كذا، والله ثاني يوم غير يقول لك أوف هذا قالبها الجامع. والجامع شو مال الجامع؟ بيت الله عز وجل، المكان الذي يتوجه فيه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، ما فيها مشكلة. أنا كمدير، أنا كمسؤول، لو جمعت الشباب اللي عندي وحكيت لهم وجهتهم التوجيه الأخلاقي، لأن القانون لا يحكم كل شيء، الأخلاق فوق القانون، القانون هذا وقائع، لكن الأخلاق معاملة. فلو إجا مسؤول اليوم ولا مدير ولا رئيس وزراء ولا مين مكان، وجمع الناس اللي حواليه وأعطاهم عن الغش، عن الاحتكار، عن الخداع، عن التغيب، عن 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 كذا كذا كذا، وجههم، شو المشكلة في ذلك؟ شو المشكلة يعني؟ عن إن بس نبطل نغتاب بعضنا البعض، نصير نحترم بعض على الأقل، بس نحترم بعض. كيف نحترم بعض؟ ونبطل أسفن، ونبطل كذب، ونبطل نميمة، ونبطل تسميع حكي، ونبطل يعني شو المشكلة لو إجا اليوم وزير ولا مسؤول وجمع الناس وفرجاهم ما هي منهجيته في 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 التعامل؟ شو المشكلة؟ بالعكس، قد يكون له الكلمة، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف اليوم تركز في أذهان الناس، افصل الدين عن الدولة، افصل الحياة عن الآخرة، افصل 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 افصل، حتى لم يبقى شيء. فكثر عندنا الغش والخداع والطبقية والوجهين وإلى آخر، كل هذا كثر لأنه ما في توجيه. أنت اليوم تحتاج توجه مدير المدرسة، اجمع المعلمين علوم، قلت يا جماعة الخير تظهر الأولاد أمانة عندنا في رقابنا، مدير مصنع اجمع جماعته اقول لهم تعالوا يا حرام، ترى يا اخوان الغش اللي من غش هذا اكل مال حرام، والله ربنا ما بيبارك في تجارتنا. انت عندك سوبر ماركت، عندك مؤسسه، اجمع الموظفين قول تعالوا، انت وزير بوزاره اجمع موظفينك قول تعالوا يا جماعه الخير، انت امين عام، انت رئيس قسم، قول تعالوا يا جماعه الخير، ترى هذا الحضور والغياب والتغيب هذا كله ترى باطل، هذا اكل اموال بالباطل. فما الذي هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهجية النبي عليه الصلاة والسلام. شوف من تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يربي: لا تكونوا إمعة. إمعة، عارف يعني إمعة؟ عارف يعني إمعة؟ لا تكونوا إمعة تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا. لا تقول أنا والله أي والله زي هالناس، يعرف سعر الناس، إذا الناس كويسين أنا كويس، وإذا الناس مش كويسين أنا مش كويس. شو المخ اللي عليك يا ابن الحلال؟ هذا اسمه إمع. طب شو نعمل يا رسول الله؟ قال: ولكن وطنوا أنفسكم، يعني وطن عود نفسك، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن لا تظلموا. لا تكون مثل الناس، لا تكون إمع. اليوم إحنا نكون قاعدين في قاعدة وبيجيبوا سيرة واحد أكيد مش راح يجيبوها بالخير يعني يعني هذا احنا حدا بجيب سيرة الثاني بالخير، بنمسك واحد بمشرشحوه يا اخي، كل اللي قاعدين بيأجروا فيه يا اخي، واحد يقول يا اخوان اتقوا الله، الزلمه مش زي ما بتقولوا يعني، واحد يقول يا اخوان اتقوا الله. هذا الامعة اللي بيبدا يجاري الناس، يجاري الناس. واحد مره من يعني مسؤول كبير سالني عن فلان، قلت والله ما شاء الله عليه كويس، سألني عن فلان قلت والله ما شاء الله رجل طيب، سألني قلت والله هذا ابن بلد ورجل مخلص يعني والله بقول لي انت زي ابوك لا ما بتذم حدا. لا يا سيدي، شوف اذا كان عنده خطأ في عمله او كان في عنده خيانة لبلده راح احكي لك، لكن اذا كانت عنده الذنوب اللي احنا كنا بنرتكبها ما بتأثر على شغله، ما بتأثر على عدالته، ما بتأثر على اخلاصه، لا يعني هاي كلنا بنقع فيها احنا،
مش أنا بحكي عن الكل يعني معنى الكلام مش أنا بحكي عن كل الناس كويسين، لكن والله واحد بيغش بلده لا بقول لك، واحد بيخون بلده لا بحكي لك، واحد والله بيطلع فوق القانون وبيكسر القانون وعنده مصالح وعنده لا بحكي لك، أما والله واحد يعني تأخر اليوم عن دوامه مش راح أنا أشطب مستقبله عشان يعني أفدك تكون عارف. أنا اللي عجبني بالكلمة قال لي أنت مثل أبوك ما بتذم حدا، والله حلوة هاي نكون مثل أبوك، فما الذي يمنع أن يكون إنسان منهجيته في الحياة متى أذم ومتى أمدح؟ لكن إذا الناس ذمت أنا ذميت، وإذا الناس مدحت أنا زقفت، لا هذا اسمه في الحياة إمعة. قال عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعة، هاي الحديث اليوم لازم نتكلم فيه. الله يحييكم في إذاعة يقين، وإذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس. لازم اليوم تعرفوا مين اللي على هندسة الصوت، يعني معروف مين اللي على هندسة الصوت اليوم ومين اللي مرافقنا اليوم في الإذاعة. الله علي صوتك شوي، خلي الناس تسمع، خلي الناس يعرفوك. ينفعنا كلنا على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تبارك وتعالى ينفعنا كلنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا، يعني الفكرة مش إنه والله كان إمام جامع يعني الناس تصلي وتروح، على علو مكانة إمام المسجد، لأنه هذا إمام المسجد هذا الذي اختاره الله أن يكون مناديا له نيابة عنا، هو بيقول الله أكبر من كبر، إذا ركع من ركع، فهي منزلة عليا. لكن إحنا تصورنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة إمام المسجد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا لجيل، كان مربيا لجيل. اليوم بسمع لواحد طبيب باطني فبيقول إنه إذا أردت أن تجتنب الأمراض فعليك بالنصائح، ثلاث نصائح. النصيحة الثالثة قال لا تشرب الماء وأنت واقف. سبحان الله سبحان الله، لما طبيب حكى لا تشرب المي وانت واقف صارت الناس تقول يا سلام، يا عم الطب طب لو ايش الحكي لما يكون طبيب. لكن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نشرب الماء جالسين وان نشرب الماء ثلاثا وان نمصه مصا ولا تعبوه عبا، يعني مش كركع المي، صار يقول لك يا اخي ليش، والاسلام بدهم يحاكموا النبي. لا حول ولا قوه الا بالله، بدهم يحاكموا النبي ليش يقولنا اشرب المي وانت جالس، يعني اذا شفته انا واقف شو بده يصير يا شيخ، قل لي يا شيخ شو بده يصير يعني اذا شفته انا واقف. سبحان الله، لما النبي يحكي كلمه نصير نحاسب النبي ونحاكم النبي، وليش النبي قال وليش النبي عمل وليش وليش، هذا قبل 1400 سنه. لما بيجي اليوم طبيب يحكي لنا الكلمه، لما بيجي طبيب اليوم يحكي الكلمه نقول يا سلام سمعنا واطعنا، الطب يا عمي الطب. لما بيجي الطبيب يقول لك اليوم المرض رقم واحد في العالم، المرض رقم واحد، سبب الامراض، السبب رقم واحد للامراض في العالم، الطبيب بيقول السبب رقم واحد في العالم، السبب الاول في العالم للامراض هو الغضب، الزعل اللي عند الناس. السلام الطب الطب. طب ما النبي قال لك ايه؟ قال لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب، حكى لك اياها ثلاث مرات. لما قالها النبي يا اخي كيف ما نزعل، يا اخي احنا مشاعر. يا اخي يعني الدنيا شو فيها شيء يفرح، الدنيا شو فيها شيء يبسط، النبي يقول لك لا تغضب وانا بقدر اتحكم بنفسي. لما النبي حكاها زي ما حاكموا النبي عليه الصلاه والسلام، حاسبوه ليش يقولنا لا تغضب. لما اجى الطب يقول المسبب الاول للامراض في العالم اللي هو الغضب والسترس والضغط النفسي اللي احنا عايشينه، صار يقول يعني معناته لازم الانسان يهدي اعصابه ويبطل يزعل. سبحان الله، ايوه هذا اسمه عقده النقص. شو اسمه؟ عقده النقص، ان الانسان يشعر في نفسه نقصا، ولذلك لما تكون من الغريب تطلع محلاها، الغريب حبيب، الغريب حبيب، والأقارب عقارب. سبحان الله، لما تكون الشغلة جاية من غريب يا أبوي محلاها يا أبوي محلاها،
لما تكون الشغلة جاي من واحد قرابتك ومعرفتك وحبيبك لا ما بنأخذها. سبحان الخلاق العظيم، سبحان الله، يعني كيف عقلية بني آدم. قال لا تغضب، صار يقول لك ليش، خير مولود بمكة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، احنا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمنا وفيما لم نفهم. النبي عليه الصلاة والسلام في اشياء حكاها فهمناها، وفي اشياء احنا لسه ما فهمناها، تمام؟ فان فهمنا ازددنا ايمانا، واذا لم نفهم فذلك لقصور في عقولنا. هاي لازم نعرفها احنا، عقولنا القاصرة ما وصلت لمرحلة نفهم ماذا يريد النبي، لكن اللي بيجي بعدنا سيصلون. وهذا الدين بإذن الله في كل عام في كل جيل في كل مناسبة سيثبت أنه الأقوى والأجمل والأصدق. اللهم آمين. يب. إذا جاء الخميس لهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس نعم به صلى الله عليه. إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، إن شاء الله مجموعين على سيرة النبي وعلى سنة النبي وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم. يا والله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مربي، مربي النبي صلى الله عليه وسلم يربي جيل، يربي أمة. لا نفكر النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني هيك شغلة بسيطة ومواعظ يعني هيك الناس بفكر، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن لي ساعة لا يسعني فيها إلا ربي. ما حدا بيقدر يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل. لا دنيا ولا عرش ولا فرش ولا سماوات ولا أراضين ولا كرسي، ما في شيء إلا الله عز وجل. إن لي ساعة لا يسعني فيها إلا ربي. تخيل، ومع ذلك من كرم الله عز وجل أنه أرسل إلينا هذا النبي خاطبنا. وبيجيك واحد يقول لك يعني هو هذا عبارة عن سنة، يعني إيش يعني سنة؟ يعني بلا منها. لأنك شو مال قصة، لأنك مش فاهم شو معنى النبي عليه صلى الله عليه وسلم. رب الرجل ورب المرأة ورب الطفل ورب الكبير ورب الصغير، أدب مجتمع، أنشأ مجتمع. تخيل أنت حتى تعرف يعني قدر النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ربى وأدب مجتمع كان يعبد أصنام إلى أن يعبد الرحمن. شوف الفارق الهائل، شوف الفارق الهائل، من عبادة أصنام إلى عبادة الرحمن، من عبادة أوثان إلى عبادة الرحمن، من عبادة الشيطان إلى عبادة الديان سبحانه وتعالى. والله اليوم أنت ابنك إذا بتقنعه، بس إذا بتقدر تقنعه يصلي، ولا بتقدر تقنعه على يروح على مدرسة، ولا أقول لك اقنع نفسك تروح على جيم ولا على نادي رياضة، أقول لك اقنع نفسك يوم تبطل تاكل سكر. قديش الناس اليوم بقول لك والله نخفف سكر ونخفف وزننا، أنت اليوم لو تقنع حالك عشان تنزلك 2 كيلو قديش تقعد تعاني. تخيل هو شو اللي أنقذ الله عز وجل فيه أمة. انت اليوم تعال اقنع نفسك والله ان انا لازم انزل لي 4، شو المعاناه اللي بتعانيها؟ فما بالك ان يقنع امه ان تترك الاوثان لتعبد الديان سبحانه وتعالى. تخيل امه كامله، المساله مش سهله، المساله مش سهله مع الله عز وجل، مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله انه يرحمنا كلنا برحمته، تقول اللهم امين. يا مرحبا بكم جميعا في إيه؟ قاب يكون ماكل وحب الجميل، فبتشعر بالفرقية على الأداء. أي والله، شوف لما بيكون ماكل جميل قبل الحلقة أنا بعرف له. أبو الطراوني، الله بحييك يا أحمد طراوني، حياك الله جميعا في إذاعة يقين. يا مرحبا، يا مرحبا.
ذات يقين وبرنامج همك همي. إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس. إن شاء الله دائما أبدا نحنياكم مجموعين على الخير على الرحمة على البركة على حب النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا مرحبا. نبدأ باستقبال اتصالات. عليكم السلام ورحمة الله. يمسيك بنور سيدنا النبي روتين روحنا وحبيبنا وشيخنا وقدوتنا الله يحييك العلام الداعي الرائع الدكتور محمد نوح. الله يرضى عليك ويعطيك يرضيك ويرحم والديك ويفرج علينا وعليك وعلى السامعين وكل ما نقول اللهم امين. اللهم امين. يا مرحبا يا مرحبا. والله يا دكتور حبينا بموسم الخير بموسم الشتوية وموسم الزيتون والشجر المبارك انه من بلد الخير من بلد السلام لهديك السلام من سحم الكفارات مني انا محمد رقيبات وكل متابعينك في سحم. والله والنعم يا مرحبا فيك طمن عليك والاردن اشتاقت لك مش بس الاردن حتى محبينك في الاردن اشتاقوا لك يا دكتور. الله يسلمك ويسعدك. الله يكرمك. انا حبيت اني امسي عليك دكتور ونطمن عليك بارك الله فيك يا رب انه نشوفك خطيب يوما ما على منبر صلاح الدين في المسجد الاقصى ان شاء الله. الله كريم الله كريم ان شاء الله. الله كريم. الله يرضى عليك ويكرمك ويسلمك. بارك الله فيك يا محمد كل الشكر حبيبنا. الله يرضى عليك كرمك الله. الله يحييك جميعا على 569 33 77. معنا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك دكتور محمد؟ بخير ولله الحمد. والله يا دكتور محمد أنا من المعجبين جدا جدا يعني فيك وقابلتك مرتين وثلاثة. أنا بسمع لك بالليل وبسمع لك بالنهار. بس أنا في عندي اقتراح إن شاء الله. وأنت يعني مواضيعك يعني مواضيعك كلها على الوجع. يعني أنا بتعجبني بكل برامجك يعني بيعجبني جدا 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 يعني ما بتعرفش قديش أنا بعشق برنامجك. لكن عندي اقتراح بسيط وصغير. هلا أنت صوتك ما شاء الله عليه ومحقق ويعني المواضيع اللي بتطرقها كلها جيدة وممتازة حتى. وكلنا لازم نسمعها. بس الإشي الوحيد اللي أنا بس اللي حابة إنكم هالموسيقى الخلفية أو الأناشيد مرات بتطغي على صوتك وأنا بحبش حدا يطغي على صوتك. ممنوع ممنوع يطغوا على صوتي. شو اللي الحكاية أبو الطراولة سامع؟ يعني جد أنا والله خي أنا بقول لك سببه أحمد يكون ماكل جميل برفع الموسيقى لأنه بسلطن. هاي مشكلة أحمد. بتعرف انا الموسيقى عندنا حلال او حرام ما بدي ادخل فيها لانه انت بتعرف اكثر مني. لا تكون انا يا احمد صراحه نجيب لك جميد مندوع يعني الحموضه. اي لا هو لو يكون على الواقع كثير كثير انا ما عندي مشكله بس لما تطلع على صوتك بطل نفهم شو اللي انت عم تقوله او مش فهذا طيب. انا هذا الطلب الوحيد اللي عندي. حاضر حاضر. هاي شباب اسمعوكي وانا بسمعك بالنهار وبسمعك بالليل وبعدين بالليل عشان اخلص سمع لبرنامجك الليلي تبعك. مع الخير كله ان شاء الله وربي يحفظك ويسلمك بارك الله فيك. ما هو تكون معاد مضبوط؟ نعم صحيح. اوكي الله يخلينا اياك. شكرا يا دكتور محمد. يا مرحبا فيك. يا مرحبا يا مرحبا. الله يرضى عليك. ان شاء الله هاي الشباب يسمعوا وباخذوا ملاحظه انه الموسيقى ما تكون عالي. اذا حطيتوا موسيقى بالخلفيه ما تكون موسيقى عالية مشان الناس ما تتشتت ويسمعوا الـ الـ الحلقة. الله يرضى عليك كل الشكر يا أخي كل الشكر. معنا كمان اتصال. عندي هون بيقول إنه طولت الغيبة. لا ما في ولا غيبة يا أخوان. البرنامج ماشي يوميا على الإذاعة وعبر شاشة عمان تي في لما بيكون في إمكانية بث تلفزيوني. لكن هو البرنامج يومي ان شاء الله انه ماشي ما في خلاف عليه. كل احترام وتقدير دكتورنا. الله يحييك يا مرحبا. ابو هاشم ابو حمزه وفي ميزان حسناتك اللهم امين. في اتصال. يلا نسمع احمد طراوله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. يا مرحبا يا مرحبا. معك أم علاء من إربد. الله يحييك يا أم علاء. الله طول نعم. عمرك ويجبر خاطرك يا رب. دكتور عايزة في موضوع يعني خاص. عمري يا أم علاء تفضلي. أهلا وسهلا. ما يمر عليك ظالم. الله يجبر خاطرك. الله يجبر خاطرك يا رب. أنا بدي أقول لك وضع المادي بالمرة بالمرة بالمرة. بعلم بي رب العالمين.
عندي ولد مجوز والله عندي 3 انفار وديون الله بعلم كيف راتبيته وما في جوزي مريض ومعاد القلب وكان متقاعد بلدية وما أخذ عراس مقر ما بصف مرات غير 100 دينار وقاعد بالأجار وبدفع 200 دينار بعلم الله بالحالة والله ما بعلم حالة مستعام بالله. حاضرين يا معلاء حاضرين خلي تليفونك عندنا وإن شاء الله غير نساعدك. حاضرين حاضرين فيك يا معلاء يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك يا معلاء يا مرحبا يا إبراهيم نظرة احضر مع الحضرة. إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس إن شاء الله دائما ظن مجموعين على الخير وعلى الرحمة والبركة. شيخي أنا بدي أصدق بمبلغ أنا من ألمانيا بدي حدا اللي داعي تواصل معي. طيب حاضرين يا أخت مروة متواصل معك وإن شاء الله بيبعثوا لك على الفيسبوك على الخاص إن شاء الله. حاضرين ميساء بتقول كيف رتبت السور والآيات في القرآن الكريم؟ هذا رتبت بواسطة الوحي، هذا وحي من الله عز وجل. كانت الآية تتنزل فيقول جبريل لسيد النبي صلى الله عليه وسلم ضع الآية الفلانية في المكان الفلاني من السورة الفلانية، فترتيب السور بالمصحف يعني الفاتحة بعدين البقرة بعدين آل عمران، ترتيب السور وترتيب الآيات داخل السورة وأسماء السور كل وحي من الله عز وجل، كله وحي. فترتيب السور وترتيب الآيات داخل السور وأسماء السور كله هذا وحي من الله عز وجل، وبناء ذلك كله محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لا في تغيير لترتيب السور ولا حتى أسماء السور. وبعض السور وردت فيها اسمين، يعني زي سورة الإسراء تسمى سورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل، فبعض السور ورد فيها اسمين والاسمين محفوظات وموجودة تمام، فكله وحي من الله تبارك وتعالى. ومعنى سورة بني إسرائيل ما تم فيها ذكر بني إسرائيل، ربنا قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، فذكر الله فيها قصة بني إسرائيل فمن هذا سميت بسورة بني إسرائيل. فكل هذا ترتيب من الله عز وجل وحي. أين يا رب لك الحمد على حفظ كتابنا العزيز. بكم جميعا 569-33-77. وأنا بحب أن يوم الخميس يكون الاتصالات كلها فيما يتعلق بجناب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مسألة الاتصالات التعلق بالمساعدات بنخليها ليومي الاثنين والأربعاء. اليوم بنخلي إحنا برنامجنا كله خاص بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بما نستطيع، والمساعدات بنخليها اثنين وأربعاء الله يرضى عليك يا رب، بس عشان ترتيب أمور تنظيمية يعني. فيا مرحبا بكم جميعا أهلا وسهلا. فجنات النعيم تطلب الدعاء في نهاية البرنامج، جزاكم الله خير الجزاء، وإحنا كلنا بحاجة الدعاء، كلنا بحاجة الدعاء. الله يحييك جميعا في إذاعة يقين. نوخ الاتصال. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا سيدنا. يا مرحبا. والله يا سيدي أنا إذا سمعت أول شيء أنا بلديتك يعني حد جامع الشيخ نوح الله يرحمه. الله يا مرحبا. الله يا مرحبا. بس في إذا سمعت بدي خطبة سيدي الشيخ نوح عليه رحمة الله بيجي بعد الجمعة، بنكون رايحين نشتري أغراض، بنكون رايحين نشتري يعني ما بنحجهاش يعني، ياريت لو كمان تكون ببحر الأسبوع نعمل إعادة داخل الأسبوع أثناء بالضبط بالضبط. طيب يعني ياريت والله يا سيدي إنه قسما بالله إني أنا يعني لا أخفيك بكون أستناها من اللحظة للحظة، باجي ترى بدك تروح تشتري أغراض وبدك تروح كذا، بتيجي وإنه صارت بدها تخلص وإنها صارت بنصها وإنه صارت بدي يعني لو تكون مثلا في بحر الاسبوع تيجي يعني يعني ايش انت بوقت مثلا خلال الاسبوع متى بكون مناسب؟ يعني انا عدم المؤاخذه في بعض البرامج بتكون يعني عدم المؤاخذه مش انها يعني بتكون ما لها داعي، مثلا لو انوجدت في محل هاي البرامج اللي هي الاناشيد كثير بتكون طويله جدا بتكون
يعني تكون محل مخصص أهل الدراية أدرى، أنا لا أعلم، بس يعني هم بتوقع الشباب يعرفوا كيف بدون عطاب وقت تكون مناسب. بس سؤال وبكون شاكر لك. تفضل. دقيقة دقيقة، انت حكيت كلمة بدنا نوقف عندها شوي. قلت في برامج ملهاش داعي، في برنامج بداعتي اخي ملهاش داعي. مش لا انا بجوز اخطاء التعبير. لا الله يعزك، هو مش برامج، في اناشيد طويلة جدا مملة يعني، ونفس تعاف انه يعني تكون طويلة كثير. هذا الشيء كل حال هي بتنعاد بنفس اليوم اللي هو يوم الجمعة الساعة 11:30 بالليل، ومع ذلك أنا برتب إن شاء الله مع مدير البرامج. الله يكرمك وبارك فيك ويرحم والدينا ووالديك خلال الأسبوع. حاضر الله يجزيك الخير. تسلم يا شيخ، بارك الله فيك. يا مرحبا. وأخونا طبعا بيقصد كلمة إنه ملهاش داعي يعني مقارنة مع خطبة الجمعة، فبتكون أكيد خطبة الجمعة أهم من الأناشيد. بارك الله فيك أخوي، تبشر تبشر تبشر. هاي أخونا محمد السعدي، تقبل الآن الملاحظة ونشوف وقت خلال الأسبوع يكون فيها إعادة لخطبة الجمعة لسيدنا الشيخ رحمة الله. حاضري حاضري، يا مرحبا. وبسنته يهدينا فالعمر في دار. يا مرحبا. ألو ألو، هلا. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والله يا شيخ أنا دائما أصلي على النبي يوم الخميس، دائما متابعتك لي سنين والله، وأنا متابعتك من أول البرنامج. يا مرحبا. وحبيت أشارك اليوم، ودي تدعي لي ولأولادي إن الله يوفقنا إن شاء الله إحنا وياكم. يلا يا رب، الله يوفقهم إن شاء الله ويرزقهم ويعطيهم لا يرضيهم ويفرحك فيهم ويبيض وجهك فيهم إن شاء الله ويخلي لهم أمهم. أمين، نحن وياكم إن شاء الله. أنا دائما والله نتابعتكم وإني تعلمت الصلاة على النبي من برنامجكم. يا رب لك الحمد. أنت سكان وين؟ سكان مهيدة الآن. والنعم 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 والله. شيوخ أولاد شيوخ، يا مرحبا فيك وأنت وشيوخ كمان. الله يسلمكم ويلا الله يكثر من أمثالكم. اللهم آمين اللهم آمين يا رب. إحنا وياكم وذكرينا بخير وادعين لنا. والله اني كل يوم برنامجك اسمع سمع، واني من يوم اروح هني والهني ارجع واسجل تسجيل. ما شاء الله ما شاء الله. من نهار يوم يكون يوم الخميس في عرس ولا شيء ما احب اروح، غير اسمع برنامج بروح. ما شاء الله عليك ما شاء الله. اميش الله يحفظهم. ها اميش الله يحفظهم. انا ام مخلد. ام مرشد مخلد. مخلد مخلد ام مخلد. ام مخلد استاذ انجليزي مخلد. والنعم والله والله والنعم منك يا ام مخلد. أستاذ إنجليزي مخلد. ما شاء الله. جوزتي ولا بعده؟ لا والله البعده لسه. ليش ما تعجلي جوزي؟ كان نحضر عرصة ومعي يسعي معي أمر ومعي بموحي كنت خلع راحته. يلا على خير إن شاء الله. أنا ماني معارضة، بس اللي أشتري عليها أقول لها عكيفك يا مونت. إي والله لسه. إي والله اللي أشر عليها تقول له عكيفك. والله قلت له هذه حياتك أنت حر فيها، بس قل لي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يخلي لك عيالك ويخلي أمك وأخوانا متابعتكم حتى برنامج إسماعيل الشيخ كمان كله وزيدك كلاني كله. ما شاء الله عليك. والله برنامج إسماعيل كمان أسمع أنا دائما يما عبدنا يما هو يعيدوه على سنتين يما ما أسمعها يعيدوه على سنتين أسمع. ما شاء الله يعيدوه ثاني يوم ما أسمع. تسمع الخير كله إن شاء الله يا أم خلد. أمين نحن وياكم والله ويفرحك بعيالك إن شاء الله. الله يحفظك أمين. ويسلم أمين أمين. الله يوفقك ويخليك عيالك. آمين. يا مرحبا يا مرحبا أمي. إن شاء الله دائما أبدا نظل مجموعين على الخير وعلى الرحمة وعلى البركة وظلها إشاعة جديد منارة علم وفكر ودين. ما ننسى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم لما بيأذن المغرب تدخل ليلة الجمعة، وإحنا واجب علينا نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقلها 300 مرة، أقل شيء 300 مرة. وننوي إن شاء الله بالصلاة على رسول الله أن ينزل الله علينا الفرج يفرجها سبحانه وتعالى، لأنه إذا ليس لها من دون الله كاشف. فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ببركة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم الخميس، وأنا إذا بتسمع مني نصيحة نرتب برنامج لبكرة، وين نروح شمة هواء، وين نأخذ الأولاد العيال نفضي بالهم، نطلع لنا إحنا يوم على كاسة شاي،
نطلع نتغدى برا، يعني يكون يوم العائلة ونبعد شوي عن التليفونات ووسائل التواصل الاجتماعي والكلام اللي بأخذ وقتنا، فيكون يوم للعائلة انت وزوجتك وأولادك، نطلع لنا هيك شمت هواء أكلة على حسب المستطاع، لكن خصص اليوم هذا يوم للعائلة. نسأل الله تبارك وتعالى ببركة الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يوسع في أرزاقنا ويبارك في أعمالنا وفي ذرياتنا، وأن يكفينا الله عز وجل حقد الحاقدين ومكر الماكرين وكره الكارهين وشر الجن والإنس أجمعين. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.